قد يقول قائل انه الاستثمار وانه اللائحه والامور دي كلها تصب في النشاط الرياضي لكن لا يعود عائد على عضو النادي الاهلي، هل ده كلام مظبوط؟ شوف، النادي الاهلي مربوط بسلسله كده من اول الجمهور لاعضاء الجمعيه العموميه لمجلس الاداره، كلنا في مركب واحده. عمر ما النادي الاهلي هيبقى عنده الموارد الكافيه وعمره ما هيبخل في هذه الحاله على اعضاء الجمعيه العموميه ان يبقى عندهم خدمه كويسه ويبقى عندهم مكان محترم يقعدوا فيه ويبقى عندهم افتتاح لنوادي اخرى ويبقى عندهم انشاءات وعندهم الكلام ده كله. احنا النهارده بيتم النهارده في النادي الاهلي الحمد لله شغل انشاءات عظيم جدا في الثلاث فروع، وان شاء الله على اخر السنه نبدا نشوف حاجات كويسه على اسوار النادي وفي الجزيره وفي مدينه نصر وفي زايد بدات كمان الانشاءات. وده في نفس الوقت واحنا مهتمين بالفرق النشاط الرياضي كلها مش بس فريق الكوره، وفريق الكوره طبعا. فطول ما في موارد تقدر تجيبها، طول ما الامور كلها بتمشي بشكل منتظم، مفيش حاجه اسمها انك انت النهارده لا انا هاخد الاستثمار ده عشان اصرف بيه على الكوره بس والاعضاء، لا كلها حاجات مرتبطه ببعضها، لان احنا نقدر من خلال فتح فروع جديده، وده جزء من الموارد بتاعتك انك انت تفتح فروع جديده وتفتح انديه جديده، انك انت تدخل دخل للنادي الاهلي، عشان تعمل فروع جديده وتبدا تجتذب ناس تعمل عضويات لازم تقدم لهم خدمه كويسه وخدمه محترمه. هل يمكن القول انه كره القدم تحديدا، مش هتكلم عن النشاط الرياضي كله، يكون مصدر دخل جيد للنادي الاهلي، يعني ينفق على نفسه وبالتالي الفائض منه نطور بيه في النادي وننفق بيه على الانشطه الاخرى يا استاذ محمد؟ تقدر تطلع من كل حاجه فلوس. النشاط الرياضي النهارده انت بقى عندك قاعده متفرجين عظيمه، ونتمنى باذن الله لما الجمهور يرجع، وانا احب برضو ان انا يعني نوجه التحيه لجمهور النادي الاهلي على المظهر الرائع اللي كانوا موجودين فيه اول امبارح في مباراه افريقيا. صحيح، وشيء رائع، وهم دايما اللاعب رقم واحد في ظهر النادي الاهلي. فالنشاط الرياضي النهارده والالعاب الصالات على سبيل المثال من الالعاب اللي بقى ليها متابعه بشكل كبير جدا، والناس حابه جدا الفكره دي. نقدر ان احنا النهارده نشتغل على رعاه ونشتغل على شغل للنشاط الرياضي مش بس كره القدم، وتقدر تطلع منه، بس هي منظومه كلها متكامله ليها بقى علاقه دي برجوع الجمهور والبند بتاع رابط المشجعين الموجودين في الموجود برضو في اللائحه اللي بينظم فكره رابط المشجعين وبيخلي النادي مسؤوليه كامله عن الجمهور بتاعه. فكل الحاجات دي كلها حلقات عشان يبدا الجمهور يرجع بامان وما يحصلش اي لخبطه لا قدر الله تاني. فيبدا النهارده لما الجمهور يرجع مواردك تزيد، الاهتمام بالكوره بيزيد والاهتمام بالالعاب التانيه بيزيد، كلها حاجات في حاله جميله في البلد. يعني نفسنا كمان فكره التشجيع المثالي والحضاري دون التعرض لحد، ويبقى يكون في تعاون مع امن النادي وشركه الامن الخاصه، والاهم كمان الشرطه المصريه. والله انا شايف الحمد لله ان البلد يعني مصر فعلا تعود البلد كمان. البلد الحمد لله رجعت فيها كل مظاهر الحياه لطبيعتها، فاضل الكوره فضل الكوره ان هي ترجع بس بقى. انا بعتقد انه كان عندنا في الاستاد اكثر من 10,000 متفرج، يعني الحقيقه انه انا كنت شاهد على هذا الامر لما بعض قيادات الامن الحقيقه تواصلوا مع اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخليه مدير امن القاهره، وانا بشكره الحقيقه، وقالوا له ان في بعض الشباب جايين من السفر وما قدروش يجيبوا تذاكر. الحقيقه لا يعني تعاون ودى تعليمات الشباب يدخلوا. اتمنى ان يبقى في تعاون من كل الاطراف، لان الناس محتاجه ان الجمهور يرجع. يعني خلينا نتكلم بجد، الناس حابين. يعني انا اول امبارح شفت الناس فرحانه، والناس حتى في الشارع فرحانه. جد شكل الجمهور مدي احساس حتى للقاعدين بيتفرجوا في البيت. احساس مختلف. هو صانع البهجه في مصر كلها على فكره، مش بس انت بتتكلم عن بطوله افريقيا وده النادي الاهلي طبعا. اللي هو السواد الاعظم من هذا الجمهور، من هذا الشعب بيشجعه طبعا. وبقول لك انت مجرد وجود الجمهور في الملعب مدي للناس حتى اللي بقولك قاعده في البيوت احساس لا ان ده حاجه مختلفه. يعني غير بس احنا كمان نفوت الفرصه على اي حد بيحاول تشويه هذا المظهر الحضاري. يعني احيانا بعض الشباب الصغير ممكن يتصرف تصرف، ممكن حد يندس يرفع علم مش عارف ايه، يقول هتاف، يقول سباب. معلش نفسنا يعني نخلص من الحاجات دي كمان، بس برضه ومحتاجين نستحملها. يعني محتاجين ان احنا مش كل حاجه صغيره من دي ترجعنا خطوات ورا، يعني قدامها يعني محتاجين ناخدها بشكل زي ما بقول لك. احنا الدوله الحمد لله، يعني احنا لما تيجي تقارن نفسك بما كنت عليه من 4-5 سنين فاتت، الدوله رجعت في كل حاجه الامور ماشيه. انت بتعمل حفلات النهارده وبتعمل مهرجانات وبتعمل حفلات مطربين عالميين، وبيبقى فيها بال 40 وبال 50 الف واحد بيحضروا حفلات لمطربين وما بيحصلش حاجه. فاللي هي الفضل الكوره يعني. وانا بقول لك ان زي ما بقول لك لو ترفعنا عن حاجات صغيره وعالجناها واحده واحده وبهدوء، وزي ما بقول لك من خلال اللائحه دي انت النهارده عندك بند كامل لبرده رابط المشجعين. انا عايز اقول لحضرتك انه اعتماد اللائحه بيلقي بمسؤوليه على النادي في المشجعين. فكره انه مسؤول عن المشجعين خلاص، اصبح انت اللي هتعمل الروابط وانت اللي مسؤول 100% امام الدوله وعن النظام. وبالتالي الجمهور مطالب اكتر من اي وقت مضى انه ما يورطش ناديه. ما انت شريف، هي كلها حلقه واحده. انت عمر ما النادي الاهلي هيبقى النادي الاهلي
من غير جمهور. صحيح. هيبقى زيه زي اي نادي تاني. وعمر برضو ما نادي الاهلي يعني فكره الجمهور حلوه، بس الجمهور جوه الملعب حاجه تانيه. يعني هو ده هو المتعه كلها. انما النهارده فكره النادي الاهلي يبقى موجود جمهور وكل حاجه، لكن الملعب فاضي مع الوقت الامور بيبقى برضو مش لذيذه يعني. لكن لما يبقى جمهور موجود في كل مباراه بال20 وبال25 وبال30 الف متفرج زي ما كنا بنشوف، ونرجع نلعب في استاد القاهره باذن الله بالساعه اكبر ب70 و80 زي ما عشنا وتربينا كلنا في الاستاد، ما كانش حاجه يعني. هتعود اسمها. انا واثق يعني. مصر كبيره زي ما قال الكابتن محمود الخطيب ودخلته في حضور السيد وزير الشباب لما كانوا بيبحثوا هذا الموضوع، قال ان مصر الكبيره يعني ينبغي ان يكون في عدد اكبر. بقى لنا 6 سنين في بس هي زي ما حضرتك تفضلت محتاجه الى تعاون كل عناصر المنظومه علشان نضمن دايما سلامه الناس والتشجيع المثالي، وفي نفس الوقت نضمن الحضور المؤثر في المدرجات دون خروج عن النص، لانه الحقيقه دايما الخروج عن النص احيانا بيبقى في ناس مش عايزه مصر تعود في الحته دي، مش مختلف، فبالتالي بيتدخل بشكل او باخر يعني. طيب النهارده لا قدر الله عدم اقرار اللائحه، يعني الناس ما جاتش او العدد جه اقل من 12 ونص او 13 الف عضو من اعضاء النادي، هل ده ممكن يعمل مشكله للنادي؟ هل ده ممكن يعمل لكم ازمه؟ مش موضوع ازمه او مشكله. تاني احنا بنقدم برضو تاني يا شريف، احنا بنقدم مشروع لائحه احنا مجلس الاداره اشتغل عليه واللجنه، وطبعا انا حابب اشكر بس كمان اللجنه المركزيه بقياده المستشار محمود فهمي ومعاه مجموعه من اللجنه المركزيه كانت برئاسه الكابتن احمد خطيب، انما لجنه الاعداد والصياغه المستشار محمود فهمي. بشكرهم لانهم عملوا مجهود رائع. صحيح. وبشكر اعضاء مجلس الاداره زمايلنا اللي كانوا موجودين جوه، لانهم فعلا عملوا مجهود زياده عننا كلنا. الناس كانت بتقعد قدامك في النادي بتبقى بالثمن والعشر ساعات، الناس عملت مجهود اكتر من رائع. فاحنا بنقدم اللائحه للجمعيه العموميه وبنقول ان ده الاحسن، ان النادي يقدر يجري في الفتره اللي جايه. هل هيحصل ازمه او مشكله؟ لا، مش عايزين ان احنا نبالغ في حاجه. عمر اعضاء الجمعيه العموميه يعني الحقيقه بتخلفوا انما كانت مصلحه الاهلي تجد، لكن ده النادي الاهلي. لكن احنا مش عايزين، احنا الحمد لله احنا واثقين باذن الله من اللائحه بتاعتنا. احنا بنتكلم عايزين كمان عدد كبير، نفسنا نوصل 25000 يبقى في حاجه تحسس الدنيا كلها ان لا النادي الاهلي الناس خايفه عليه، النادي الاهلي الناس عايزاه ان هو يتقدم. وزي ما بقول لك احنا مش اقل من نادي الجزيره، نادي الجزيره جاله 19000 واحد في يوم في وسط الاسبوع جنبنا. النادي الاهلي طبعا عايز يعدي ال 20 يعني، طبعا ده علال اقل وقت. بيعجبني الحقيقه في اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ومسؤوليه فكره الثقه في الجمعيه العموميه. هو عنده ثقه، هو بيقول لك انا اجتهدت وعملت حوار مجتمعي واستجبت ليك وعدلت اكثر من 50 ماده ودي لائحتك. نادي حقيقه وعنده ثقه كامله في انه اعضاء الجمعيه العموميه يعني الحقيقه سيخرجوا افواجا صوب وقر النادي. الناس فاهمه والناس واعيه، وزي ما بقول لك احنا شرحنا وكلنا طلعنا ان زي ما بقول لك ده مشروع احنا عاملينه للمستقبل، مش مشروع احنا عاملينه يعني. هل في اللائحه دي حاجه بتحصن مجلس الاداره في حاجه اطلاقا؟ هل حاجه بتقلل من سلطه الجمعيه العموميه في حاجه عشان الناس تزعل او عشان اطلاقا؟ طيب تأذن لي فاصل سريع ونعود لاستكمال هذا الحوار المهم حديثا عن لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي وضيفي الكريم الأستاذ محمد ضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. ابقوا معنا.